ركنية بقدم اللاعب على طول لفاريس. ادي النجم فاريس والعرضية قوية عالية خطير راسية والجول جول جول الهدف 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 الأول. بالخطا الكبير موجود ورا في دفاعات افغانستان. ادي العاد ادي العاد عرضيه تعب حلوه من لاعب فاريس ومتابعه زي الصار يعمل الارتقاء ويحط دماغه عشان يسجل الهدف الاول وهدف للتقدم لمنتخب سنغافوره في هذه اللحظات. واحد لشيخ واحد لشيخ منتخب سنغافوره متقدم على ارضه بهدف واحد مقابل لشيخ والهدف براسه